مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منوريني ومشرفيني، ومتابعتكم هي اهم حاجه عندنا على بي ان سي فود. حلقه جديده النهارده وعايزين نعمل حاجه لطيفه ظريفه خفيفه سهله وهنحبها جدا، وهي جبنه بيتي. النهارده متعمده، ممكن يا مصطفى تقفلي الايربيس عشان فيها وش جامد قوي. النهارده متعمده ان انا اعمل لكم جبنه من غير اي حاجه غريبه، مش هنستخدم ولا منفحه ولا هنعمل انواع جبنه معقده، احنا هنعمل الجبنه البيضه البسيطه خالص وهنطلع منها كذا نكهه. بحاول ابسط الامور بقدر الامكان، ما زنقكوش بمكونات ممكن ما تعرفوش تلاقوها، وان شاء الله كلكم تتوفقوا تعملوها بنجاح. عشان نعمل الجبنه البيضه البسيطه خالص، جبنه بيضه عاديه جدا ما فيش فيها اي نكهه ولا اي حاجه ولا اي اختراعات، هنعمل ايه؟ عايزين لتر حليب بلدي جاموسي، اللبن العادي بيدينا برضو جبنه بس الجاموسي بيدينا احلى جبنه، فطبعا اللي مش هيلاقي جاموسي وهيستخدم اللبن العادي بتاع اللبان اللي مش جاموسي مفيش مشكله، عادي جدا يستخدمه، بس الجاموسي بيدي احسن نتيجه. ضروري جدا ان احنا ما نغلوهوش، وهنحتاج شويه ملح وربع كوبايه خل، يبقى كل لتر حليب هياخد مني ربع كوبايه خل، هيخلي اللبن يتخثر يعني يفصل، وهيدي طعم ميزز كده جميل جدا للجبنه بتاعتي. عندنا نكهات هنقولها لما يجي وقتها، بس خلينا الاول نبدا في عمليه تخثير اللبن. انا عندي حلتين كبار وعندي اللبن بتاعي فاتر، ما غليتوش ما عملتلوش اي حاجه غير ان انا فضيته من الكيس بتاع الراجل، وهاجي هنا اقسم اللبن على الحلتين دول. ولو احتاجنا حلة ثالثة هنعمل كده مفيش مشكلة. وناخد الكمية الباقية في الحلة التانية. وكل ما اللبن بتاعنا كان من عند لبان بيبيعوا كده بدسم وبخيره، كل ما كانت النتيجة أحسن، عشان طبعا كل ده هيخلي الجبنة بتاعتي أطعم وأطعم. ودي بقية اللبن. احنا ممكن الحقيقة نعمل حاجة لطيفة، ممكن نساوي بين الكميتين. أنا ممكن أجي كده هنا عشان يبقوا الحلتين قد بعض بالظبط، بس حبه صغنطوطه زي الفل كده بقوا قد بعض بالظبط. وعايزين نخلي الاتنين الحليب بتاعنا او اللبن بتاعنا على النار يدفى. لسه لاحظوا ان انا ما حطيتش الخل، ما بحطش الخل غير لما اللبن يبدا يدفى، عشان ده بيديني احسن نتيجه، بيخلي اللبن يتخثر على طول. فانا الحقيقه هاجي هاخد الكوبايه العياريه اللطيفه دي واحط كده الخل هنا عشان اشتغل براحتي، واصب على قد ما انا عايزه. يلا بينا شويه ملح. والميزه بقى هنا ان احنا بنتحكم في كل حاجه، احنا بنتحكم في درجة الملوحة. انا بحب جبنتي حادقة، لا ده انا بحبها ملحها خفيف، براحتي بقى عايزاها من غير ملح خالص. عندي حد في البيت مريض ضغط مثلا والمفروض ما ياكلش ملح، مفيش اي مشاكل، براحتي جدا 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 في درجة الملوحة، كل ما هملح اللي يناسب ذوقي مفيش اي مشكلة. يبقى كده اول خطوة. يبقى تاني نراجع المعلومات بتاعتنا، لان احنا النهاردة خطواتنا على قد ما هي بسيطة على قد ما فيها معلومات دقيقة. مهم جدا الايربيس يا جماعة ارجوكوا اقفلوها. مهم جدا ان اللبن بتاعنا يكون لبن دسم، ما يكونش لبن متشال القشطة بتاعته، ده هيخلي الجبنة بتاعتنا مش حلوة. مهم جدا انه يكون بخيره كده وجاي من عند اللبان طازة وجميل وحلو. مهم جدا اني مغلهوش، ومهم جدا اني
ما عرضوش لأي حاجة، يعني هو من عند اللبان على الحل على طول. أحط الخل لما اللبن يدفى، وده اللي احنا مستنيينه دلوقتي. وممكن الحقيقة نطلع فاصل، إيه رأيك يا مصطفى؟ تمام، نطلع فاصل. يلا عبال ما اللبن يدفى هنطلع فاصل صغير جدا جدا جدا، نرجع منه نضيف الخل ونشوف ايه اللي بيحصل لما نضيف الخل للبن الدافي. فاصل صغير ومستنيكم. عملناش اي حاجه وانتم مش موجودين. دلوقتي عندنا حسبه صغيره جدا عايزين نحسبها مع بعض. احنا قلنا ان كل لتر لبن هياخد ربع كوبايه حليب. احنا عندنا هنا اجمالي 8 لتر. 8 لتر يعني قد ايه؟ لو قلنا ان كل ان ال 4 لتر هياخدوا كوبايه حليب، يبقى كوبايه خل، اسفه، يبقى احنا عايزين كوبايتين خل، كوبايه هنا وكوبايه هنا، عشان ده 4 لتر وده 4 لتر. فكوباية يعني 240 ملي. فاحنا هنعمل ده دلوقتي، انا معيرة هنا كوبايتين يعني 500 ملي تقريبا. مادام دفي اقدر احط الخل 250 ملي. لسه ما كملناش 250، نشوف كده ما شاء الله على ايديا الميزان 250 بالملي. يبقى احنا هنا حطينا 250 ملي يعني كوبايه، او 240 ملي يعني، وهنا زيهم الكوبايه الثانيه، عشان دول 4 لتر ودول 4 لتر. وهنسيب اللبن على درجه حراره متوسطه مع الخل. هنلاحظ ايه اللي بيحصل. مش عايزين بقى تقليب كتير، عشان التقليب الكتير ده من الحاجات اللي بتبوظ الجبنه. عايزين كده نسيبها مستقره خالص، وهنلاحظ ان حصل ايه. بدأ اللبن يفصل. عايزة بس امشي كده الخل فيه تمشيية سريعة. ونفس الكلام هنا. واسيبهم يسخنوا شوية كمان. كل ما هيسخنوا كل ما هتبقى عملية التجبين دي زيادة، وكل ما هتزيد. أنا عايزة أحط شوية ملح، فأنا هاجي هنا كده وأحط شوية ملح، حوالي معلقة صغيرة ونص، وهنا زيهم معلقة صغيرة ونص. ممكن نزود أو نقلل على حسب ذوقنا، مفيش مشكلة. يا ريت بس تدوهم تقليبة. عايزة أقول لكم إن ممكن الجبنة دي تبقى بأي حاجة أنتوا عايزينها في الدنيا. أنا هدي تقليبة كده عشان اطمن ان الملح اتوزع. وهلاحظ، معرفش مصطفى انت معانا ولا ايه. تمام، هنلاحظ ان دلوقتي بدا يتكون عندنا منظر غريب، مش منظر لبن. بدا يبقى عندي سائل مصفر كده، وبدا يبقى عندي كتل بيضه. ده معناه ايه؟ معناه ان الغرض اتحقق. انا ده بالظبط اللي عايزه اوصله. ده بالظبط المنظر اللي معناه ان انا بقى عندي جبنه وبقى عندي شرش. ايه الشرش السائل المسفر اللي ملوش اي لازمه ده؟ هو الشرش، بس هو ليه لازمه، هقول لكم دلوقتي ليه لازمه في ايه. والكتل البيضاء هي الجبنه. فاحنا كده بنحقق اللي احنا عايزينه زي ما احنا عايزينه بالظبط. طب الشرش ده هنعمل بيه ايه؟ الشرش ده هتحوشه لي، عشان احنا عندنا حلقه معجنات بكره هنستخدم فيها الشرش ده باذن الله. فالشرش ده من اروع الحاجات اللي تعجنوا بيها. لما بتعجنوا بيه بيدي نتيجة فوق الممتازة، بيخلي المعجنات طرية جدا، طعمة جدا، جميلة جدا، وبيحل محل المية الدافية بمنتهى البساطة. فلو عندكم شرش زي اللي عندي ده كده هتحتفظوا بيه لهذا الغرض. طيب احنا هنفصل الجبنة دي ازاي؟ هناخد الشيش، هنجيب شيش، اي شيش او مصفة ناعمة على فكرة، مش لازم شيش يعني. وانا الحقيقة عايزة اقسم ده نصين، عشان انا هستخدمه في بولتين. فانا هجيب مقص نتني كده
واقسمه نصين. ومعانا تليفون، واحنا بنقطع الشاش كده بتاعنا نصين ناخد التليفون. الو، مين معايا؟ واحنا بنقطع الشاش كده بتاعنا نصين ناخد التليفون. الو، مين معايا؟ طيب كلمينا تاني واشكرك على اتصالك. الشاش بنعمل بيه ايه؟ بنبطن بيه المصفى بتاعتنا. حلو الكلام، حلو الكلام. وهنيجي نبص هنا نلاقي ايه اللي بيحصل. التجبين او التخثير شغال، الله ينور. مش عايزينه يغلي، عايزين بس يدفى، وده هيكون اكتر من كفايه. وهنعمل ايه؟ هنصفي. هناخد ده كده وهنبدا نصفي. خلي بالكوا بس على ايديكوا عشان سخنه. وادي كده اول دفعه خلصناها. هنبدا نرفع او نحضر بوله تانيه الصراحه احسن عشان ننقل فيها المصفى دي بالشاش اللي فيها. وناخد معانا على التليفون، ناخد معانا تليفون. الو، طيب التليفون فصل، كلمينا تاني. شكرا جزيلا على الاتصال. وانا افضل ان انا اجي هنا بقى براحتي. وهلاقي هنا الشرش اللي اتفقت معاكم ان احنا مش هنرميه، احنا هنخليه كده على جنب، هنحوشه ونشيله في الفريزر براحتنا بقى. المهم انه لازم هيكون ليه استخدام غير ان هو يترمي، ما عندناش حاجه بتترمي. هنيجي هنا نصفي كده ونشوف كده ايه الاخبار. انا افضل ان انا اشيل الشاش بقى شوية عشان ننزل المية خالص من الجبنة. شايفين؟ وانا مش هكذب عليكم، انا ما بحبش الجبنة ناشفة قوي، انا بحب فيها شوية مية، فانا بحب كده اضغط بس بالعقل. كل ما هضغط طبعا كل ما هنزل منها سوائل اكتر. هجيب هنا كده وهشوف ايه الاخبار. انا لسه عايزه انزل سوائل تاني، ممكن والله انزل شويه كمان. هلبس بقى جوانتي. فين الجوانتيات يا شباب؟ طيب دخلوا لي جوانتيات ونيجي كده. ما زال الميه بتنزل او الشرش، وكل ما هنزل شرش كل ما الجبنه بتاعتي هتبقى انشف. بحبها طريه كده وجوسي وفيها سائل. خلاص مش هنزل شرش كتير، انا هكتفي بالقدر ده وهاجي بقى هنا انزل شويه الشرش دول وهخلي الجبنه دي هنا. وادي كده اول دفعه اقدر اصفيها اكتر اصفيها اقل براحتي بقى على حسب ما انا بحب. وعندي هنا شرش اللبن اللي هستخدمه في المعجنات بكره زي ما اتفقت معاكم، مش هنرميه خالص، هنحتفظ بيه. ممكن بقى نطلع فاصل عبال ما انا اكرر نفس العمليه مع بقيه كميه اللبن اللي فاضله دي اللي على وشك ان هي تغلي. هاجي برضو بنفس الطريقه، هشيل ده كده على جنب وافضي الشرش اللي فاضل ده هنا. وفي نفس البولة هحط نفس المصفى واحط الشاشة الجديدة وبنفس الطريقة هاخد الجبنة
واصفيها. زي الفل. يبقى كده عملنا كل الكمية، وبرضو بنفس الطريقة هنجيب بولة تانية كبيرة وننقل فيها البولة دي ونصفي الشرش. ايه رأيكم نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع منه نشوف بقى الجبن دي بعد ما صفناها من الشرش وبقى عندنا جبنة هنعمل فيها ايه؟ فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل وبعد ما عصرنا من الشيش ونزلنا كل الشرش الزيادة بقى عندنا الناتج الجميل ده اللي هي الجبنة. طيب أنا ليه سايبة الشرش ده؟ احتمال نحتاجه، هقول لكم دلوقتي في ايه. هو مش احتمال، هو أكيد هنحتاجه. وبقى عندي جبنة بيضة أنا اللي عاملاها بنفسي، متأكدة إن ما فيهاش أي حاجة مش طبيعية، وعارفة كويس جدا فيها ملح قد إيه. خلاص ما عنديش بقى أي غموض، جبنتي أنا اللي عاملاها بالطريقة اللي تناسبني، أقدر أسيبها في الشيش لحد ما تتصفى من المية وتبقى متصفية تماما، وأقدر أسيبها نص نص زي ما أنا سايباها كده، وده اللي أنا بفضله. طبعا كل واحد ومزاجه، تقدروا تبرموها وتبقى زي الجبنة القريش كده مبرومة براحتكم بقى، بس أنا يعني مش عايزة افتكاسات كتير، أنا عايزة جبنة بسيطة ننكهها بنكهات بسيطة تدينا نتيجة مضمونة، فده اللي هنوصل له النهاردة إن شاء الله. يبقى كده مبدئيا إحنا عندنا الجبنة. طيب الجبنة دي هنعمل فيها إيه؟ الجبنة دي هننكهها بكذا نكهة. تعالوا نشوف مع بعض إيه النكهات اللي عندنا النهاردة. مبدئيا كده لو إحنا عايزين جبنة بيضة عادية خالص متنكهة هيبقى عندنا للنكهات لو أنا عايزة أخليها بالفلفل والزيتون هضيف لها فلفل رومي مفروم ناعم وزيتون أسود ناعم مفروم، هنعمل نكهة نعناع وزعتر، ودي هتكون عبارة عن جبنة بيضة زائد زعتر بالسمسم، الزعتر الأردني زائد نعناع فريش مفروم، وينفع نعناع ناشف وينفع من غير خالص، ينفع بالزعتر بس. تاني وصفة معانا النهاردة هي الجبنة القابلة للدهن، وحلشان نعملها هنحتاج نفس الجبنة اللي احنا عملناها دي، بس هنضيف لها زيت ذرة، وهنضيف لها شوية ملح، وهنضيف لها اي اختيار من اختيارات النكهات اللي متاحة عندنا، وهي بسطرمة، زيتون اسود مخلي، وجبنة رومي مبشورة. التلاتة دول هيدونا نتيجة ممتازة. طيب لنفترض ان انا عايزة اعمل جبنة بيضة، تعالوا نعمل النكهتين الاولانيين اللي من غير ما تبقى جبنة كريمي، احنا ما زلنا في مرحلة الجبنة البيضة العادية جدا. عندنا نكهة فلفل وزيتون، وانا بقى هاخد كده على قد ما انا عايزه، هاخد كده حته هنا وحته هنا، ودايما اعمله كميات صغيره. ما دام هي حاجه سهله ومتاحه ان احنا نعملها يبقى نعمل بكميات صغيره ونظبط على مزاجنا. عندي هنا اهو زعتر ونعناع هضيفهم وانا بكلم مدام نوال. زعتر وادي النعناع، بقى عندي جبنه بالزعتر والنعناع، وهديها كمان أيوة. رشه ملح. يا مدام نوال منوراني، يا رب يخليكي يا احلى ساره في الدنيا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. يا احلى ساره في الدنيا، الله يخليكي يا حبيبتي، اهلا بيكي منوراني حبيبتي. تسمحي لي أقدم تهنئة لابني بعيد ميلاده؟ طبعا يا حبيبتي ده يشرفنا. ابني الدكتور أشرف غباشي، كل سنة وأنت طيب، وفريدة وعبد الله أولادك بيقولوا لك كل سنة وأنت طيب يا بابي. ومامتهم ريهام، وكل سنة وانتوا طيبين
عايزه بقى من الشيف ساره، انت برج ايه؟ برج الحمل. كنت هسمع اسرار عن برجي، اخص عليكو. قطع الخط ولا ايه؟ معلش يا مدام، كلمينا تاني وشكرا لحضرتك ونورتيني وشرفتيني. ادي اول جبنه معانا، انا ضفت لها شويه زيت زيتون. طب انا ضفت زيت الزيتون ده ليه؟ انا حاطه نعناع، والنعناع طازه والزيت بيحفظ زي المادة الحافظه بالظبط، فعلشان تفضل كده فريش وجميله ضفت لها زيت الزيتون. شايفين بقى الجمال؟ ادي اول نكهه. خلونا على طول نحط كده في بولات اول بول. يلا بينا. وادي الجبنه اللي بالزعتر والنعناع. طبعا النكهات دي براحه راحتكم، انا مجرد بديكوا اقتراح، لكن انتوا تقدروا تعملوا اي نكهه انتوا عايزينها في الدنيا باي مكونات انتوا عايزينها في الدنيا. ادي اول نكهه معانا، الزعتر والنعناع. تاني نكهة الفلفل والزيتون، وبرضو حطيت لها شوية زيت زيتون، وبرضو هقلب، وبرضو على فكرة رشة ملح لكل واحدة. إذا حابب يضيف أي توابل هو بيحبها، رشة زعتر، رشة فلفل أسود، راحتكوا خالص، مفيش أي اعتراض على كده. هقلب وبالشوكة كده هفرفت بحيث إن الفلفل والزيتون يدخلوا جوه الجبنه تماما، انا مش عايزه اخليها كريمي عشان كده ما ضربتش في الكبه، لسه هنعمل المرحله دي دلوقتي، بس احنا دلوقتي في مرحله ان احنا عايزينها جبنه بيضاء عاديه خالص مخلوطه بنكهات مختلفه. انا مش قادره اقاوم اغراء ان انا ادوق، بس عايزه انضف مكاني الاول. عايزه ادوق كده اشوف محتاجه ملح، محتاجه حاجه. والله العظيم ما في احلى ولا انضف من كده، تحسوا انكم بتاكلوا حاجه مفيش فيها اي حاجه، هي بخلقه ربنا جميله. جربوا اللي بنعمله ده، واوعدكم ان النتيجه هتكون اكتر من مرضيه. معانا استاذ عبد العزيز نكلمه واحنا بنحط تاني نوع من الجبنه، الجبنه اللي بالفلفل والزيتون. يا استاذ عبد العزيز منورنا. الله يكرمك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ بخير الحمد لله. يا رب دايما يا رب. بخير الحمد لله. الله يخليك يا رب يخليك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب وبالف صحه وسلامه يا رب. انت اميره المنطق، انا شفت منطق وهي طالعه معاكي في البرنامج. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب، ابقى بس ربعها حتى. اهلا بحضرتك وحضرتك طيب. انت بقيتي خلاص حاجه عندي مهمه جدا، كل يوم لازم اشوفك وكل يوم بتفرج عليك. يا رب يخليك يا فندم. والله لله كده، والله حضرتك اسعدتني بكلامك ومش عارفه اشكرك ازاي. الله يكرمك. انت شخصيه وقوره ومحترمه والله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك وكلك ذوق، ومش عارفه اشكرك ازاي، ويعني بشكرك على كلامك على ماما كمان. ماما يا رب ابقى بس يعني حته كده منها، يعني ما انطلش ما انطلش يا عزوز، سامعاني؟ ماما زمانها بتتفرج عليا هي ويوسف دلوقتي. انا عايزه ازود البوله دي شويه، فهضيف لها ايه هنا كده شويه جبنه بشويه زعتر بشويه زيت عشان البوله كده تبقى ايه عاليه وتشوفوها في التصوير واضحه كده وجميله. وزيت الزيتون زي ما قلت لكم بيدي طعم رائع، بيحفظ اي حاجه طازه احنا بنحطها علشان بيغلفها، بيدينا النتيجه اللي احنا عايزينها واكتر. فانا تقليبه كده صغنطوطه، وناخد كده دول على دول، وكده بقى عندي جبنه بيضه مش كريمي، جبنه بيضه عاديه بنكهتين، نكهه الفلفل والزيتون ونكهه النعناع والزعتر، وبراحتكم تماما في النكهات. يلا بينا. انا هاخد كده ايه شويه زعتر ارشهم على الوش وانا بكلم ام جودي، والزعتر اللي على الوش ده الغرض منه ان انا اعرفكم كل نوع في ايه. يا ام جودي منوراني. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي يا حبيبتي. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ ازيك يا ام جودي، منوره يا حبيبتي.
ربنا يخليكي، بشكرك والله على كل اللي بتعمليه ده، حاجات جميلة جدا لا يعني. شكر على واجب، ابدا ابدا ابدا. بقول لك السلطه لو عايزه اعملها براميلي اضيف ايه؟ فلفل، فلفل مع الوقت بيديكي طعم البراميلي، والبراميلي زود ملح بقى تاني ولا ايوه زودي ملح وزودي فلفل وممكن قرنين كده فلفل حامي. طب ازود ملح قد ايه؟ براحتك بقى، ده يرجع لذوقك الشخصي، ما اقدرش انا اقول لك الملح، انت عارفه الحاجات دي ذوقيه شويه، فبراحتك تماما في الملح. شكرا يا ام جودي نورتيني حبيبتي. والملح يا جماعه براحتكم خالص، ما عندناش صح وغلط في الملح. فين بولاتنا يا جماعه؟ اه اهو، عايزين بولات صغيره. انتوا عايزه كبيره تجيبوا صغيره، ابقى عايزه صغيره تجيبوا كبيره، حيرتوني. تعالوا نعمل جبنه كريمي مع بعض، جبنه قابله للدهن، هتنفع للولاد في المدرسه كده مع السندوتشات، هتظبط الدنيا خالص. والجبنه بقى القابله للدهن عايزين شويه شرش وعايزين شويه زيت عشان يدوها القوام بتاعها. هنعملها بثلاث نكهات مختلفة، هنعملها بنكهة الزيتون وبنكهة الجبنة الرومي وبنكهة البسطرمة، نقدر نعمل ميكس نكهتين على بعض، رومي على زيتون، رومي على بسطرمة، براحتكم بقى، انتوا حرين في النكهات خالص، مفيش عندنا ايه صح وغلط. هاخد شوية جبنة انا عندي كميه هنا، هقسمها على ثلاثة عشان اعمل ثلاث نكهات. يلا مع الجبنه دي مش هحط بقى ملح خالص، ليه؟ عشان انا عندي جبنه رومي، فانا عامله اول نوع بنكهه الجبنه الرومي، هحط لها شويه زيت. الزيت ينفع يكون زيت نباتي وينفع يكون زيت زيتون. ادي شويه الزيت وهو بيساعد في القوام الكريمي بتاعها، وعندي كمان شويه شرش، ناخد كده الشرش بتاعنا. وايه عايزين؟ مغرفه، استنوا نجيب مغرفه. يلا بينا. والشرش هنا الهدف منه انه يديها القوام الكريمي اللي احنا عايزينه. ما زودش، ببدا بحبه صغيرين، احتجت هرجع ازود بس ما ابداش بكتير، لان هي ما اقدرش احدد لكم مقدار محدد، كل جبنه وكل نوع لبن بياخد الكميه اللي يحتاجها. ويلا بينا نضرب. وبعد الضرب شوية نشوف محتاجين زيت تاني، محتاجين شرش تاني، ندوق كمان عشان الدوقان بيعرفنا القوام. الله 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 الله. طبعا هيجي حد يقول لي ايه؟ لما عملتها ما كانتش كريمي قوي زي اللي بجيبها جاهزة. طبعا حاجة ما فيش فيها اي مادة صناعية ولا ضيفن لها معرفش ايه ولا ايه ولا ايه ولا الحاجات الغريبه اللي ما بنبقاش عارفين اساميها دي، هي على طبيعتها كل اللي فيها شويه زيت وشويه شرش. ازاي هتبقى زي اللي مصنعه؟ هي حتى اسمها جبنه جبن مصنعه، فاحنا معلش هنتنازل عن شويه حاجات بسيطه جدا. وعايزه اقول لكم ان الفرق مش رهيب يعني، مش فرق شاسع زي ما انتم متخيلين، بس ده في مقابل ان احنا بنكسب صحتنا وبناكل حاجة أو بندخل بقنا حاجة أو بنأكل ولادنا حاجة إحنا عارفين هي بالظبط فيها إيه. يلا بينا. طبعا اللي بالرومي مش هنحط لها اي ملح يا جماعة، هنكتفي جدا بالملح اللي فيها. هوريكم حالا دلوقتي
القوام بتاعها قد ايه كريمي، عشان انا عارفه ان الكلمتين اللي قلته لكم دول اللي قلتهم دول هيخليكم تتخيلوا ان هي مش كريمي خالص. لا ده هي زي الفل. بصوا جمال، ايه رايك يا مصطفى؟ زي الفل. شايفين شويه الخشونه اللي انتوا شايفينها دي؟ من الجبنه الرومي، لان احنا عندنا جبنه رومي في وسطها، فدي كده بنكهه الجبنه الرومي. طبعا حاجه كده ايه، اخر نظافه اخر حلاوه. احنا اللي نتحكم فيها زيت قد ايه، احنا اللي نتحكم فيها رومي قد ايه، احنا اللي نتحكم في كل حاجه، حدوقتها، كل ده يرجع لنا احنا، ما يرجعش لاي حد تاني. ادي كده اول نوع، اخر جمال وحلاوه، وهنطلع فاصل صغير نرجع نعمل نوعين كمان، اللي بالزيتون واللي بالبسطرمه. مش احنا لسه معانا اتنين سيجمنت صح؟ الجاي ده الاخير. طب ما تخليني اعمل نوع ونطلع، يلا سريعا، اصل هو سريع قوي. تعالوا نعمل نوع كمان قبل ما نطلع الفاصل، والمره دي من غير اصلا ما نغسل ولا اي حاجه، في نفس الكبه ناخد السكينه بس، وتعالوا نعمل اللي بالزيتون. نص كميه الجبنه، يلا بشويه الزيتون اللي طبعا نقدر نتحكم في كميتهم برضو على مزاجنا، نقدر نزود ننقص، احنا احرار. وناخد الكبه هنحتاج شوية شرش، وهنحتاج شوية زيت، طبعا دي بقى بزيت الزيتون تبقى أحلى. وبنفس الطريقة هنضرب وكده عملنا الجبنة الكريمي اللي بالزيتون. أنا شايفة إن هي مش محتاجة أي حاجة. تعالوا نشوفها مع بعض. يلا بينا، كريمي وجميلة وآخر حلاوة، وهتبقى تحفة في الساندوتشات، نقدر نخليها أخف أو أتقل، حاجة ترجع لذوقنا الشخصي. كده مش فاضل لنا غير اللي بالبسطرمة، هتطلعوا فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا نعملها مع بعض، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجه وانتم مش موجودين، غير ان احنا بنقدم شويه الجبن بتاعتنا. ودلوقتي لحد دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا الجبنه اللي بالكريمي اللي بالجبنه الرومي، عندنا الجبنه البيضاء العاديه اللي بالزيتون والفلفل، وعندنا الجبنه الرومي العاديه اللي بالزعتر والنعناع، وبنقدمهم شويه توست، شويه شرايح طماطم، العادي يعني، سندوتش جبنه عادي جدا، بس اهتمينا بيه شويه كده فدلعناه، طلع شكله حاجه جامده قوي وهو حاجه عاديه خالص. نوديه جنب اخواته،
ونشوف تالت نوع معانا او رابع نوع معانا ايه. شويه الجبنه اللي فاضلين هنحط لهم شويه بسطرمه، ويبقى عندنا جبنه بالبسطرمه برضو ملهاش حل. كميه البسطرمه لكميه الجبنه برضو ترجع لذوقكم. انا شايفه كده لطيف مع شويه زيت. وانا اوريدي حاطه شويه شرش، ممكن احط حبه صغيرين كمان بس كده. ونيجي نضرب الجبنه بتاعتنا عشان تبقى كريمي. معانا ام سيف على التليفون. يا ام سيف اهلا وسهلا. ام سيف فين؟ الو الو يا ام سيف، منوراني يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا رب وبالف صحه وسلامه. احنا وانتي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كل اللي بيسمعوا. حضرتك كنت عايزه اسالك سؤالين. اموريني يا حبيبتي. الامر لله. كنت عايزه اسال على تتبيله الستيك اللحمه. ستيك اللحمه وعايزه تكوينه السبع بهارات. تكوينه السبع بهارات من عيني الاثنين. اه بس يا ريت تقولهم لي دلوقتي بعد اذنك. حالا. بص يا ستي، ستيك اللحمه انا ما انصحش ابدا بانه ياخد اكتر من رشه ملح ورشه فلفل ورشه جوز الطيب، عشان لحمته بتبقى نظيفه وطعمها حلو، فمش عايزين نداري عليها ببهارات كتير. اقصى حاجه ممكن تعمليها ان انت تديها رشه كده بهارات لحمه وخلاص، شكرا جزيلا، مش محتاج اي حاجه اكتر من كده. ده بالنسبه للستيك. بالنسبه بقى للسبع بهارات، فهي عباره عن لورا، حبهان، قرفه، كمون، كزبره، جوز الطيب، قرنفل. لورا، حبهان، قرفة، كمون، جوز الطيب، قرنفل، وإيه ونسيت إيه أنا، وكزبرة. بس كده، دي السبع بهارات. وممكن على فكرة مش بالضرورة أبدا إن هي تكون اللي أنا قلته ده، ممكن تكون أي سبع بهارات أنت بتحبيها، مش هيقول لأ، بس هو أصلها يعني اللي أنا قلته ده. ودي كده الجبنة اللي بإيه، دي اللي بالزيتون. هنديها برضو شوية حاجات خضرة كده على الوش. وشايفين هي ناعمة وكريمي قد ايه. وكل ده عشان احنا بذلنا شوية جهد في ان احنا نهتم بتفاصيل صغيرة خلتها تطلع لنا كده. ادي نوع كمان. وادي اللي بالبسطرمة هنضربها دلوقتي. زي الفل طالعه تجنن، هتشوفوها دلوقتي واحنا بنقدمها. ومعانا مدام صفيناز على التليفون. يا مدام صفيناز اهلا وسهلا. فصل. طيب كلمينا تاني يا مدام صفيناز، واهلا وسهلا بيكي حبيبتي، نورتينا. يلا اخر فين فين فين، عايزين سباتشولا. فين السباتشولات؟ يلا بينا اخر جبنه نجيب لها طبق بس. وكده يبقى احنا النهارده عاملين نوعين جبنه بيضة عاديه خالص، وعاملين تلات انواع جبنه بيضة كريمي. اي حاجه في الدنيا تنفع تحطوها وتخلوها جبنه بيضة كريمي، مش بالضروره ابدا اللي انا قايلاه، يعني انتوا شوفوا انتوا بتحبوا طعم ايه واعملوه. بتحبوا طماطم حطوا طماطم، بتحبوا خيار، بتحبوا اي اعشاب في الدنيا اوكي، بتحبوا لانشون، بتحبوا زيتون اخضر، بتحبوا مخلل ليمون، بتبقى روعه بمخلل الليمون. عيشوا بقى حياتكم في الافكار. انا اديتكم الفكره المبدئيه والخط الاساسي العريض، وانتوا تمشوا عليه وتبدعوا براحتكم، عشان الولاد في المدارس وعشان الصيف كمان في النوادي وكده، براحتكم بقى في الابداع.
عيشوا حياتكم. ادي الجبنه اللي بالبسطرمه، طبعا الحتت اللي فيها دي مش الجبنه، الحتت اللي فيها دي برضو نفس الكلام البسطرمه. فاحنا كده زي الفل وعاملين ايه احلى شغل. عايزين ناخد بس حته بسطرمه كده نحطها على الوش عشان اللي يجي ياكل يعرف ان دي بالبسطرمه. شويه زيت زيتون وعلى كل الجبن الحقيقه، عايزين شويه زيت زيتون شويه اللمعه والطعم من زيت الزيتون دول على الوش بيفرقوا جدا. والتاتش الاخراني بعد ما عملنا كل الجهد ده اكيد اكيد مهم. ادي الجبنه اللي بالبسطرمه ومعاها شويه توست ابيض ومعاها شويه بسطرمه. عشان ايه؟ تبقى وجبه كده كامله متكامله للي حابب ياكل يعمل سندوتشات، ممكن ياخد حته جبنه معاها حته بسطرمه، يبقى ايه عمل اللي هو عايزه وزياده. شريحتين كده طماطم، اي حاجه خضراء، ونبقى كده خلصنا كل اطباقنا النهارده. اعتقد ان موضوع الجبن كان بسيط خالص، صح ولا ايه؟ احنا النهارده حواريكوا دلوقتي مطلعين ايه مع بعض. نشيل بس الكبه دي قدت غرضها وزياده، وانتي كمان تيجي كده. في نوع ناقص الرومي، اه الرومي نسينا نقدمها، نقدم الرومي كمان. او ممكن الحقيقه نعمل ايه، ممكن بقى نعمل حاجه لطيفه، ممكن نجيب الاثنين دول مع بعض كده ونجيب الرومي هنا. واعتقد ان كده مفيش احلى من سفرتنا النهارده. عاملين ايه؟ عاملين اربع، عاملين اول حاجه جبنه اساسيه بسيطه خالص، شويه زيت زيتون كمان على الوش، دي الكريمي اللي بالجبنه الرومي. عملنا جبنه اساسيه بسيطه، ومن الجبنه الاساسيه البسيطه طلعنا جبنه بيضه بالزعتر والنعناع، جبنه بيضه بالزيتون والفلفل، جبنه قابله للدهن بالجبنه بطعم الجبنه الرومي، وجبنه قابله للدهن بالزيتون، وجبنه قابله للدهن بالبسطرمه. واعتقد ان كل امورنا النهارده كانت بسيطه قوي قوي قوي، والموضوع مفيش اسهل منه. انا بس عايزه اغسل ايدي واجي اختم لكم الحلقه كده على نظافه. كل الملحوظات اللي احب بس افكركم بيها، ان يا ريت اللبن بتاعنا يكون جاموسي عشان هيديني نتيجه احسن. كل ما اللبن بتاعي كان بخيره ودسم كل ما اداني نتيجه افضل. اللي عنده منفحه وحابب يستخدمها مفيش اي مشكله، بس انا حبيت ابسط الامور بقدر الامكان، فاتجهنا للخل وممكن الليمون كمان، مفيش مشكله في استخدامه. اوكي انت كده تمام. و ما نغليش اللبن، انا عماله بس افتكر كل الملحوظات اللي عايزه اقولها لكم. ما نغليش اللبن، ما نغلو لما نضيف له الخل لازم يكون دافي. ايه تاني؟ لما نصفي، كل ما هنسيب في الشاش كل ما الجبنه هتبقى انشف ومتماسكه اكتر. انتوا بقى وذوقكم براحتكم خالص. فدي الحاجات اللي كنت عايزه اقولها لكم، ويا رب اكون فدتكم النهارده بشويه وصفات هتنفع الولاد في المدارس، هتنفعهم ايام التمرين، هتنفعهم ايام التدريب، هتنفعكم في العشاء. وان شاء الله اشوف تطبيقاتكم. عيشوا بقى حياتكم خالص في الابداع، يعني الاضافات براحتكم، لانشون، فلفل، فلفل حامي، شطه، اي توابل انتوا بتحبوها، اي اعشاب انتوا بتحبوها، اي نوع زيتون، اي نوع مخلل، كل الحاجات دي تنفع كاضافات. يا رب اكون فدتكم النهارده، اتبسطت جدا معاكم النهارده، وهكون معاكم بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. وحلقتنا بكره هتكون مخصصه لشويه معجنات هنعملها للمدارس حلوه وحادقه، فاستنونا بكره في حلقه جديده. اشوفكم على خير، مع السلامه.